بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، أرحب بكم وبحضراتكم أجمل تحية وأطيب ترحيب، حيث انطلاقة الشوط الثالث والعشرون للقعدان الحقائق فئة الإنتاج والمنتجين. على بركة الله انطلقت الشعارات والأسماء الباحثة عن الفوز وعن الناموس مباشرة مع المركز الأول مع الصدارة، ليتابع السياسي راشد بن شليويح بن محمد بن غفان الجابري من يقدم السياسي المركز الثاني، القادم الشامي سعيد بن سالم بن سهيل العامري يقدم لنا شعاره المركز الثالث. شايم شايم هو القادم محمد بن سالم بن سلطان الويبي قادم في هذه اللحظات. المركز الرابع أتابع هداد سالم بن خليفة بن سالم الحكماني يقدم لنا شعاره. المركز الخامس أتابع انطلاقة والم سعيد بن صالح بن علي المسهلية يقدم لنا شعاره. المركز السادس انتصار هو القادم حمد بن محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي يقدم لنا شعاره. المركز السابع أتابع شاهين خليفة بن محمد بن خليفة الدرعي، بينما المركز الثامن أتابع انطلاقة وتقدم في هذه اللحظة النادر محمد بن مسلم بن قنزول العامري قادم بكل قوة. المركز الثامن الحذر هو القادم خميس بن عيسى الشدي المنصوري. المركز التاسع أتابع انطلاقة وتقدم الفائز علي بن راشد بن متعافي المنصوري. المركز العاشر القدوم والحضور مشقي هو القادم سعيد بن محمد بن سعيد بن يريو الدرعية. نعود بعد النداء الأول إلى شاهين خليفة بن محمد بن خليفة الدرعية يقدم لنا شعاره. يقدم لنا شاهين مع الانطلاق الأول. المركز الثاني والم هو القادم سعيد بن صالح بن علي المسهلية. المركز الثالث الحضور والوصول من النادر محمد بن مسلم بن قنزول العامري، وأيضا القدوم مشقي هو القادم سعيد بن محمد بن سعيد الدرعية. بدأت المعركة، بدأ الصراع ما بين الكبار العمالقة الفطاحلة، ولكن الفوز وين؟ الفوز وين؟ ولكن مشقي سعيد بن محمد بن يريو بن يريو بن يريو الدرعي. الله يا الدرعي، الله على مشقي وأداء مشقي الكبير الخطير المثير. ولكن يا القادم الحاضر في هذه اللحظات، وصل متابعينا الكرام العشاق عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي طيره راعي طيره راعي طيره. الله الله يا راعي طيره مشقي والعشاق، ولكن العشاق تانينا والناموس يا راعي طيره على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مشقي سعيد بن محمد بن سعيد الدرعي، والمركز الثالث انتصار حمد بن محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي، والمركز الرابع كان والم سعيد بن صالح بن علي المسهلي. المركز الخامس
وصل مع المركز الخامس متابعنا الكرام النادر محمد بن مسلم بن قنزول العامري. تهانينا والناموس يا راعي الطيرة في الأمتار الأخيرة، كان الدخول المفاجئ لعشاق عشاق عاشقون للفوز وللانتصار. 4 دقائق و31 ثانية بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس. المركز الثاني كان مشقي سعيد بن محمد بن سعيد بن يريو الدرعي، وتوقيته 4 دقائق و31 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان انتصار حمد بن محمد بن مصلح الأحبابي، وتوقيته الزمني 4 دقائق 33 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. بينما اللي احتل المركز الرابع، المركز الرابع كان والم سعيد بن صالح بن علي المسهلي، 4 دقائق 33 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. والمركز الخامس وصل مع المركز الخامس النادر محمد بن مسلم بن قنزول العامري، 4 دقائق 34 ثانية، 8 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس للجميع.